حلقات حلقتنا لهذا اليوم ووصلنا لمحور ضيفنا لهذا اليوم وهو من محافظة السماوة عن فريق المحاربين لمحافظة السماوة وهو مجموعة من الشباب الذين لديهم الكثير من الأنشطة الخيرية الإنسانية التي يقدمها للمجتمع لأهالي محافظة السماوة ما لم يقدمه المسؤولون مثل التنظيف أو الحملات الإنسانية أو دعم الهواة والمشاريع التنموية الشبابية. وضيفنا لهذا اليوم اسمه حيدر. أكيد حيدر الجوهر أحد أعضاء فريق المحاربين قادة الحياة، لليوم راح يتحدث لنا عن الفريق بصورة عامة وعن أهم المشاريع اللي أنجزت وأهم المشاريع المستقبلية اللي راح تنجز. فأكيد نرحب بي سويم بولي، يسعد صباحك يا حيدر. يا مرحبا إبراهيم، صباح الخير وشكرا لك والماس، وأتمناكم صباح حلو مثل الله يخليك ويحفظك. حيدر، احنا دائما بقناة الرشيد احنا نكون داعمين لهذه الفرق التطوعية لصاحبة اللمسات المميزة، بالتالي اليوم هذه الفرق تقدم دروس كثيرة، دروس أخلاقية، دروس تعليمية للشباب بصورة عامة. اليوم نريد نتعرف عن فريقكم بصورة عامة، اعطينا نبذة تعريفية عن هذا الفريق. اكيد فريق المحاربين قادة الحياة وفريق تطوعي أو عائلة تطوعية انطلقت بهدف واحد، إن هي توفر مساحة آمنة للشباب للإبداع وبالمقابل دعم الشباب لصناعة التغيير الإيجابي. هي شي طريقة راح تكون أكو مساحة لكل شاب إنه يقدر يعبر عن أفكاره، يقدر يشارك رؤيته، يقدر يشوف إنه أكو مساحة آمنة يقدر يطور مهاراته ويبني العلاقات مع أقرانه وزملائه، وفي المقابل يتعاونون جميعا لصناعة تغيير إيجابي ويتبادلون الخبرات والأفكار ويعملون على مشاريع تطوعية، لأنه بصراحة احنا نؤمن أن التطوع هو جزء أساسي بصناعة التغيير، وأنه احنا سوية من نتكاتف راح نقدر نصنع هاي البذرة الإيجابية. طيب حيدر، أنا بصراحة جذبني موضوع الاسم، يعني أي واحد يقرأ الاسم المحاربين قادة الحياة اسم جميل وملفت للانتباه، سبب اختياركم لهذا الاسم وشنو قصة الاختيار؟ أكيد جزئية أساسية، كلنا يعني حالياً الموجودين الشباب أغلبهم عندهم التزامات، عندهم ظروف، عندهم عمل ممكن يدفعهم الأمور اللي ممكن يكون بيها أمور مادية، ظروف إلى آخره دراسية، لكن إحنا عملنا على إنه إحنا نحارب الوقت والظروف لصناعة التغيير الإيجابي. فكلنا ظروفنا ممكن حالات معينة راح تمنعنا، لكن إحنا نحاربها ونعمل تطوعياً لصناعة هذا التغيير، وبالمقابل جزء أساسي من عائلتنا التطوعية هم محاربي السرطان وذوي الإعاقة. حلو. طيب حيدر، يعني نقدر نقول أنه فريق المحاربين قادة الحياة بأي مجال ينصب جهدهم بالتحديد؟ حملات الدعم الإنساني، دعم الشباب وهواة الشباب الناشئين، أم الحملات التنظيفية على ضفاف دجلة؟ أكيد بجزئية أساسية نحن نتكلم عن الإبداع، فالإبداع أينما وجد الشباب راح يكونون سباقين للتطوير وفي مراحل أخرى إيجادة كجزئية أولى. كجزئية ثانية نحن باهتمامنا الأساسي هو بناء القدرات الشبابية، توفير ممكن يعني فرصة أكبر للشباب لأنه يطورون مهاراتهم، وبجزء الثاني ما ننسى الجانب الإنساني، الجانب الخيري اللي نعمل عليه واللي بدأ بهواية أمور منها الأمور الخيرية وانتهى ممكن بمشاركتنا بحملة سفراء النظر. طيب عندنا معلومات أنه فريق المحاربين قادة الحياة إلى دعم من قبل وزارة الشباب والرياضة، هاي المعلومة صحيحة؟ وإذا صحيح شلون يكون الدعم لكم وأنتم مرتبطين يعني بهم لو شلون؟ تمام، وزارة الشباب والرياضة عندها المركز الوطني للعمل التطوعي اللي من خلاله تكون الآلية القانونية للفرق التطوعية بالعراق. ففريق المحاربين من الفرق المسجلة ضمن وزارة الشباب والرياضة، لكن بصراحة الدعم ماكو أي دعم يعني خلينا نقول يعني كافي أو دعم مناسب بجزئية أساسية، فقط كان هنالك تعاون من خلال التسجيل وبجزئية أساسية تعاون من خلال بعض النشاطات، لكن صراحة نقولها إنه التعاون والدعم خجول جدا. يعني دعم مادي ممكن موجود من وزارة الشباب بس دعم ضئيل أو ضعيف؟ لا اصلا ماكو اي دعم مادي، بس هيك يسجلكم من الوزاره هاي بالضبط، هنا هي صفه قانونيه، مساحه قانونيه، وبالمقابل ممكن انه يعني يدعوك لبعض النشاطات الى اخره، لكن احنا نعرف انه الوضعيه ممكن الى اخره داخل
هاي الوزارة مثلا ماكو مخصصات معينة، هذا واضح. لكن بالمقابل حتى عرقلات واجهناها داخل المحافظة، منها محافظة المثنى أو محافظات ثانية، بسبب التعاون الخجول جدا ممكن أسميه. طيب حيدر، بالنسبة للشروط أو المواصفات لمن يود الانضمام لهذا الفريق، هل هي يعني أي شخص يستطيع أن ينضم مجرد ما يكون عنده حب وروح التطوع؟ كلش تمام. جزئية أساسية ماس، إحنا نوفر الفرصة للجميع، لكن عندنا نظام بسيط اللي هو ممكن إنه الشخص كل اللي حاب، كل اللي عنده شغف، كل اللي عنده حب راح يلقى المساحة الآمنة، لكن بترتيبات معينة. فممكن يشاركنا بجزئية أساسية بحضور النشاطات، التدريبات، الفعاليات. ممكن يكون متطوع ويانا، وهنا ممكن يحتاج إنه هو شوية يوفر لنا من وقته، يحاول إنه يعني يحصل على مهارة تنظيم الوقت وإلى آخره. فبجزئية أساسية هنا ممكن إنه ينظم وقته ويحاول إنه ينظم. هنا راح نعمل على إنه نزرع به هاي البذرة والمهارات. ممكن يكون عضو يعني مستمر دائم في الفريق والاسم التطوع لفترة معينة، هنا راح يحتاج يلتزم ويانا أكثر، راح يحتاج إنه إحنا نشوف به هاي المهارات، نشوف به هاي الرؤية. وهذا الشيء احنا في المقابل في حال ما توفر راح نعمل على تطويره، راح نعمل على انه نوفر له هاي الفرص بحيث يكون مناسب انه يدخل ضمن عائلتنا ونبدأ سويا نصنع هذا الفريق. حيدر، هو المهرجان او الفريق انطلق من محافظة المثنى العزيزة، اليوم موجود في غير محافظات، انتشر في كم محافظة؟ اكيد. بصراحة احنا كلنا فخر انه احنا انطلقنا من ارض الحرف الاول وأرض أوروك وقلقامز، وتوسعنا تقريبا حاليا موجودين بكل المحافظات العراقية، وحتى عندنا متطوعين من خارج العراق. متطوعين كلهم شغف بكل المحافظات إنه يعملون أو يأدون، لكن مبدئيا احنا تركيزنا بالنشاطات الميدانية على محافظة المثنى ومحافظة بغداد، أو بقية المحافظات نعمل بها. يعني عندنا متطوعين من كل المحافظات، لكن نعمل سويا على أمور أونلاين بشكل أكبر، ونبدي يوم عن يوم إنه نتوسع للتركيز الميداني، خصوصا إن إحنا نكون واقعين بعد كورونا وبعد ما أثرت علينا تأثير كبير، خصوصا عمل التطوعي أو الشباب بصورة عامة أو كل الناس. فكان أكو فترة عملنا على إنه نحول أغلب الأمور أونلاين حفاظا على سلامة الجميع، فهنا نحن راجعين إن شاء الله وبقوة أكبر. جميل يا حيدر أنكم تنطلقون من أرض الحرف الأول كما أسميته، رسالة لكل الشباب العراقيين. طيب حيدر، المعوقات أو الصعوبات والتحديات التي تواجهكم أثناء عملكم خاصة بالتركيز على الحملات الإنسانية ويا مكثرها بمجتمعنا، ما هذه التحديات؟ أكيد جزئية أساسية لما نتكلم عن أنه الشباب يتعاونون بيناتهم، يصنعون تغيير إيجابي من خلال أمور ثقافية، أمور إنسانية. هنا راح ندخل بجزئية أساسية اللي هي كيف ممكن هذول الشباب يحافظون على عملهم التطوعي بإطار بعيد عن المضايقات، بعيد عن تدخلات جهات مختلفة، وبإطار ثاني ممكن إنهم يحصلون على التعاون ودعم من شركات أو غيرها بعيدا عن الجهات الحكومية والجهات المختلفة الأخرى غير الواضحة صراحة. فهنا كان اكو في التحدي كبير انه احنا شلون ممكن نوصل لهي الشركات، شلون ممكن نتعاون وياهم باطار محترف باطار رسمي بعيدا عن انه يكون شيء غير واضح. فكان تحدي بصراحه بجزئيه اساسيه، قدرنا نتعاون ويا هواي من المنظمات الدوليه والمحليه بجزئيه اساسيه، كثير من الشركات نعمل ونتعاون سويا، لكن بصراحه هو الموضوع مستمر كتحدي معين، ويوم عن يوم انه احنا نحاول نرتب الموضوع ويا بنقول ويا جهات اكبر وباحترافيه اكبر. فكان هذا تحدي جزئي اساسي. التحدي الثاني شلون ممكن ان احنا صراحه نوفر هذا المساحه الامنه للابداع للشباب، نوفر لهم كل الاحتياجات بجزئيه اساسيه، رغم انه احنا نتكلم عن بصراحه جزئيه غير داعمه. يعني نتكلم عن انه سواء المقرات اللي ممكن نعمل عليها، الاماكن، الافكار، ممكن تحتاج هوايه من الامور القانونيه، تحتاج هوايه من الروتين الحكومي. فهنا كان تحدي، قدرنا انه نعالج هاي التحديات بصبر شويه، بتعاون بطاقه الشباب، برؤيتنا بعيده المدى، او استمرينا.
طيب حيدر، على سيرة التدخلات، هل سبق وأن تدخلت أي جهة حكومية أو جهة رسمية في إيقاف أحد المشاريع أو الأنشطة الفنية التي تقومون بها؟ صراحة بجزئية أساسية خصوصا بمحافظتنا محافظة المثنى، نعم. تعرضنا لهالشيء أكثر من مرة، يعني اضطرينا أنه نوقف الفترة طويلة نشاطاتنا، اضطرينا بجزئية أساسية أكثر من مرة أنه إحنا نعمل على يعني خصوصا بالنسبة يعني عاوننا ويا مديرية شباب رياضة المثنى بالحصول على مقر داخلها، لكن تفاجئنا وراء ما رممنا هذا المقر أو خلينا نقول عدنا تأهيله وانطينا اللمسة الشبابية وصار جاهز مناسب للشباب، تفاجئنا انه احنا لازم نغادر هذا المطار بدون اسباب واضحه، فمديريه الشباب اللي هي مركز الشباب اضطرينا انه نغير المكان، اوكي تعاوننا على مكان ثاني عندنا تاهيله، لكن خوفنا من انه كذلك راح نضطر الى تغيير المكان، فهنا أنا بصراحه ماكو ذيك الثباتيه والدعم الواضح. ليش انا سميته دعم فجول؟ الدعم غير واضح، يعني هناك قيود وراثين حكومي ممكن جدا قاتل انه يحاول يحد من الابداع، لكن احنا مستمرين برؤيتنا وبطاقتنا وبتعاوننا كشباب. انا دا لاحظ حيدر من خلال المقاطع الصور والفيديو انكم قاعد تستغلون المساحات العامه والواسعه في المتنزهات، هذه ايضا عليها قيود وشروط ام هي مفتوحه للجميع؟ صراحه المتنزهات والاماكن اللي شفتيها للاسف حاليا كلها انوخذت للاستثمار، لهذا يعني حتى تقيدنا وين ممكن انه نعمل على نشاطات تطوعيه، وين ممكن انه احنا نستثمر هاي الاماكن ونمطيها الروح. صراحه حاليا اغلب المتنزهات والحدائق العامه في محافظتنا محافظه المثنى هي مستثمره كمطاعم او يعني امور اخرى من خلال الاستثمار، فبدات تتقيد المحددات الواضحه، بدينا نلجا ممكن بجزئيه اساسيه الى اماكن اخرى مو مناسبه مثل هاي الاماكن انه هي نعبر بها عن طاقتنا، نعبر بها عن نشاطاتنا. يعني هو موضوع الاستثمار انت تحدثت به انه اليوم بعض الاماكن العامه واغلبها هي للمستثمرين، بالتالي يريد مقابل معين حتى يقيم به هذا المهرجان، مو صحيح؟ او يمنعك اساسا، يعني لانه هو صراحه يعني اكثرها تعاد بنى بها بنايات اخرى او نضاف لها امور اخرى، فبدت غير تابعه لك، يعني ممكن اساسا ما يتعاونون اغلبهم. زين خلينا نتكلم على موضوع الفعاليات والمهرجانات اللي يقيمها الفريق، وكان في مهرجان في محافظة السماوة، ريد في محافظة السماوة تحديدا المهرجان اللي يقيم وكذلك في جميع المحافظات، هم الأجواء اللي كانت موجودة وتقبل الناس إلها شلون كان؟ بصراحة ردود الفعل من الناس كانت جدا رائعة، الطاقة اللي شفناها، الحب اللي يعني عشناه ولمسناه بجزء أساسي من الجميع كان واضح جدا، شفنا أنه الكل وصلته هاي الروح، شفنا أنه الكل مجتمع، الإرسال رسالة أكبر من السلام، رسالة أكبر، أنه بصراحة السماوة على قيد الفن، على قيد الحياة، اللي نسمع صراحة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يعني دائما ما نشوف أنه الأمور سلبية 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 عن المثنى وعن السماوة، رغم هي مثل ما ذكرت أرض الحرف الأول بها شباب وبها طاقات، فاحنا حاولنا ارسال هاي الرساله من السلام، بس صار رساله انه السماوه بصراحه على قيد الحياه وعلى قيد الفرق، السماوه تمتلك الطاقات الشبابيه وشبابها مقادرين ومبدعين، وانطلقنا منها، فكان تواجد العوائل، كانت الروحيه رائعه جدا، وبصراحه يعني واحده من الامور اللي ممكن اذكرها انه احنا يعني على مدى موسمين كانت الاعداد جدا مميزه، وعملنا بصراحه على يعني على موسم ثالث ورابع جزئية أساسية والتخطيط خصوصا للموسم القادم، لكن نرجع الجزئية أنه إحنا واجهنا الكثير من الصعوبات، شلون ممكن نتعاون مع الجهات الداعمة بجزئية أساسية، وشلون ممكن نتسلط ضوء أو نجذبها لمحافظة المثنى أو ممكن يكون الداعمين، يعني بصراحة التوجه الأكبر بالنسبة للشركات وغيرها ما عندها ذاك التوجه لدعم الشباب المتطوع بجزئية أساسية أو التعاون معهم، يعني باقين على روتين معين ضمن المحافظة، لكن احنا نعملنا بجزئية أساسية على كسرها، بعض الجهات تعاونت ويانا منهم يعني خلينا نقول شركات أو منظمات، ونعمل انه يكون الموضوع أكبر وأكبر. حلو يا حيدر، هو بالفعل من خلال ما نشاهد واحنا على بعد مسافة نلاحظ انه فعلا هناك بث للحياة في محافظة السماوة، وبالفعل كانت هناك الأسئلة
أو عفواً الأخبار سلبية وسيئة عن هذه المحافظة، واليوم أنا أشاهد الحياة من خلال فريقكم، ولو كنت أنا عايشة بالسماوات كنت راح أنتمي لهذا الفريق بكل فخر. فشكراً لك وللفريق، وإن شاء الله يا ربي تدوم هذه الأنشطة الإنسانية والثقافية والإبداعية التي تبرز طاقات الشباب وتبعث رسالة لشباب العالم أنه هذا العراق، هم هؤلاء شباب العراق. فشكراً لك حيدر، وشكراً لكل زملائك في فريق العمل. أشوفك بألف خير في محاور قادمة. شكراً ماس، شكراً إبراهيم. شكراً لك يا حيدر. أكيد مشاهدينا الكرام كملوا وياكم حلقتنا لهذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل.